بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب صحيح الإمام البخاري للإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب 30 من الكتاب 56، كتاب الجهاد والسير. كتاب الجهاد والسير الباب 30. باب الشهادة سبع سوى القتل. الشهادة سبع سوى القتل، وسبع هنا لا مفهوم للعدد على فكرة، لأن هي أكتر من كده، لكن ورد حديث في الموطأ، موطأ الإمام مالك، الشهادة سبع، وعد سبع من أنواع الشهادة غير القتل في سبيل الله. وورد أيضا في صحيح البخاري الشهادة خمس، وعد خمس. وبمجموع الأحاديث تلاقي أن أسباب الشهادة كثيرة، تصل إلى أكثر من 23 سبب، أسباب كثيرة. يعني وارد حديث في الترمذي، أيام ما كنا بنقرأ سنن الترمذي، حسن غريب، سمى الإمام الترمذي حديث حسن غريب: من قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم 3 مرات ثم قرأ خواتيم سورة الحشر اللي احنا بنقولها في الوظيفة الزرقية، ومات من يومه، لو قال هذا صباحا ومات من يومه كان له أجر شهيد، ومن قالها مساء ومات من ليلته كان له أجر شهيد. عشان كده احنا بنقولها في الوظيفة الزرقية: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم 3، وأن نقول هو الله الذي لا إله إلا هو، إيه، عالم الغيب والشهادة، والرحمن الرحيم، الآخر سورة الحشر، بناء على هذا الحديث. أو ده من الأحاديث اللطيفة برضه ناخد بالنا منها. وعندنا من مات في الإيه، في الغربة، اللي يموت في الغربة مش في بلده مش في وطنه، مات في الغربة له أجر شهيد. كل واحد يموت بعيد عن أهله له أجر شهيد، بس بشرط يبقى مسلم، فهمت؟ والمرأة اللي تموت بجمع، يعني جمع يعني ايه، وابنها في بطنها مجموعة في حملها، فتموت وهي حامل بسبب الحمل، في ستات يجي لهم تسمم حمل ويموتوا مساكين، اهو دي تاخد اجر شهيد. او في ايه، او في النفاس، تموت بعد الولادة يجي لها حمى نفاس او شيء من هذا وتموت، او يجي لها جلطة، ايه كتير ساعات في اثناء الولادة السائل المنوي، السائل الامنيوتي ده اللي هو حوالين الجنين، ما هو الجنين ده بيعوم في ميه عامل زي السمك، الميه دي ساعات جزء منها يعدي في الدوره الدمويه بتاع الام، يقوم يروح ايه على القلب، موقف الدرجه الدوره الدمويه، او على الرئه، واخد بالك، يسموه امنيوتيك فلويد امبوليزم، معروفه جدا، اللي هو الماء الامنيوسي ده، في ستات تموت لحظة يبقى بيولدها والست زي الفل ما شاء الله سبحان الله، يطلع الجنين من هنا يلاقوا واقف نفس الأم، في ستات كده بيموتوا لحظة في لحظة الولادة، لأن المرأة في أثناء الولادة بتبقى بين الحياة والموت في اللحظات دي. كونها تنجو دي عملية يعني عناية عظيمة من الله، كونها تنجو في كل ولادة بتشوف الموت بعينيها، فهمت بقى ازاي؟ فلو ماتت في هذه اللحظة أو بعد النفاس لها أجر شهيد. يبقى في حاجات كتيرة، صاحب الحريق اللي يموت محروق شهيد، اللي يفترس سبع ويأكله وهو ماشي في صحراء ياخد أجر شهيد، فهمت؟ وصاحب الغرق اللي يغرق ويموت غريق، والهدم قاعدين يرموا قنابل على بيوت المسلمين والمسلمين يموتوا تحت الردم، كل دول شهداء لهم أجر شهيد، فهمت؟ وريحوهم من الدنيا واللي فيه والمظالم، يعني يعني الشهداء، انت لو هتبحث تلاقي أمة النبي كل الميتين دول لهم أجر شهيد من أمة النبي، فهمت؟ فدي أمة يعني ايه، مكرمة معظمة، تاخد بالك منها. يبقى الأحاديث اللي يقول لك سبع واللي يقول لك خمس واللي يقول لك غير كده يبقى ايه، لا مفهومة للعدد. طب وليه النبي بيقول خمسة؟ يعني يقول لك خد خمسة من دول احفظهم الوقتي،
بدل ما يقولهم لك في قاعدة واحدة تقوم تنساهم. ده من ايه؟ من لطف التعليم، من لطائف التعليم، انه يقول لك عدد محدود الاول، وزي ما يقول لك فضلت على الانبياء بخمس، وفضائل النبي على سائر الانبياء 1000، مش 5000، لدرجة عمل ليها مصنف مخصوص عشان يعدها الامام السيوطي في كتاب الخصائص الكبرى، 1000 فضيلة للنبيين على سائر الانبياء، لكن يقول لك فضلت على الانبياء بخمس، يعني خد 5 او اشهرهم 5، لكن ليست هي فقط الخمسة. باب الشهادة 7 سوى القتل، سوى القتل في سبيل الله يعني. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير الإمام البخاري في صحيح الحديث 66 بعد 800 و2000، قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الشهداء 5، يعني الشهداء 5 سوى ايه؟ الذي يقتل في المعركة. المطعون، المطعون اللي هو ايه؟ اللي جاءه داء الطاعون، مات بسبب داء طاعون. ايه هو الطاعون؟ كل مرض وبائي معدي يؤدي الى الموت السريع، يسموه طاعون عند العرب. يبقى الكوليرا طاعون، الجدري طاعون، الايدز طاعون، فيروس سي طاعون، يبقى والبليج اللي هو الطاعون نفسه بقى برضه ده طاعون، لانه في مرض اسمه طاعون لوحده كده، البليج اللي هو بيجي عن طريق ميكروب بيبقى موجود في البراغيث اللي بتقرص الفيران في شعر الفار، في براغيث الفار ده حامل للميكروب، ما يعياش، حامل للميكروب بس، يعني الميكروب يجري في دم الفار، يجي البرغوث يقرص الفار يقوم ياخد الميكروب، ينط البرغوث من الفار على الانسان، يروح قارس الانسان يروح مدخل له الميكروب اثناء قرصته، يقوم المريض يمرض بايه؟ بالطاعون، يقوم يجي له تضخم في الاوعيه في الغدد الليمفاويه في رقبته وتحت باطه وفي خن وركه مع حراره عاليه، واخد بالك؟ وبعد كده تتقيح، وبعد كده يوصل لتسمم دموي ويموت في خلال اسبوع 10 ايام تلاقيه مات. ده وعشان كده كان يموتوا في الايه؟ في الحروب كتير، لان الحروب الجنود كانوا يفضلوا شعرهم طويل ما بيستحموش، وفي حروب بمدد طويلة، ويناموا جنب بعض، ويبقى يناموا في حتة فيها فران، البراغيث تيجي من الفران تروح نط على البني ادمين، والبني ادمين ايه؟ يبقى دمهم فيه في ميكروب وشعرهم فيه امل، الامل كمان بيتلص الميكروب من الدم، الاملة تروح من شعر ده لشعر ده لشعر ده لشعر ده، تلاقي الجيش كله يصيبه الطاعون، لدرجة ان الاسكندر المقدوني كان قائد كبير جدا، انتهى ملكه بايه؟ بانتشار الطاعون بين جندي، 100,000 ماتوا من جنده بسبب الطاعون، فخلاص خزل. الجيوش الحديثة الانجليزية لما الناس عملوا كده قال لك ايه؟ الجند كله يحلق راسه. علشان كده الجيش المصري ماشي على هذه القاعدة اللي هي النظافة، كله يحلق راسه ويحلق شق دقنه. ليه بقى؟ عشان يمنع الأمل، ولما يمنع الأمل لأن الجندي ممكن يقعد في الصحراء مدة طويل، المية مش كافي، ويناموا جنب بعض كتيبة، فلما يبقى ده شعر ده شعر ده شعر ده جنب ده خلاص تنتشر. وعلشان كده ايه من المصلحة ودفع ضرر الطاعون حلاقة الشعر واللحية والشارب، فتلاقي اللي في الجيش ممنوع يبقى ليه شارب ولا ايه لحية ولا شعر في راسه، محلقين غير مقصرين، فهمت ازاي؟ خصوصا في الحرب، في وقت السلم مش مشكلة ممكن يسيب شعره شوية في وقت السلم، لكن في الحرب لازم كله يحلق زلبطة، يسموها زلبطة المصريين. يجي لك العيال التانية عاملين مظاهرات عايزين نربي دقننا في الجيش، مش فاهمين، يبقى جهلة، لأن النبي بيقول لا ضرر ولا ضرار، مش مدركين للواقع. يقول لك الجيش المصري بيأمر بحلاقة اللحية وهي مخالفة للسنة، إذا جيش كافر. كافر إيه يا عمي؟ كافر إيه يا عمي؟ دول بيصلوا وبيصوموا وحافظين القرآن. إيه بقى؟ ده هم أمروا بذلك حفظا على أرواحهم، لأنها بيؤدي إلى انتشار الطاعون بينهم. 80,000 من الصحابة ماتوا في طاعون عمواس بس. شفت قد إيه؟ 80,000.
في طاعون عمواس. عمواس دي مدينة في الأردن، ماتوا في الطاعون بسبب الحروب. سيدنا أنس بن مالك 120 من ذريته من أولاده ماتوا في طاعون. يبقى الطواعين دي على مدى البشرية حصلت كثير من الناس، علشان كده ابتدى يجي الطب الحديث قال لك الوقاية خير من العلاج، واخد بقى. لكن اللي بيموت بالطاعون له أجر شهيد. فهمت بقى ازاي؟ اللي يموت بالطاعون له أجر شهيد. المطعون شيء، والمبطون اللي يموت بداء البطن، داء باطني يعني غير ظاهر، جلطة في القلب ومات، جلطة في المخ ومات، فشل في الكبد، فشل في الكلى، ورم خبيث في الأمعاء، كل دي داء في الباطن، كل ده اسمه المبطون، يعني يموت بداء باطني. باطني يعني داخلي جسمه غير ظاهر في الخارج، يسموه المبطون. ياخد أجر شهيد لو صبر على مرضه ومات فيه، ياخد أجر شهيد. والغرق، واللي هو إيه الغرق؟ اللي يموت غرقان. وصاحب الهدم اللي يموت تحت الهدم. والشهيد في سبيل الله اللي هو المقتول بقى في الحرب مع الكفار. وعن أبي قال حدثنا بشر بن محمد. خد بالك ان قال في العنوان، شوف خد بالك دقة الإمام البخاري، قال لك الشهداء سبع وبعدين جاب لك حديث قال لك خمسة. الله، ده بعنوان غير الباب، كان حقه يقول لك الشهداء خمسة ويقول له حديث، مش كده برضو؟ لا، انت خد بالك ان الامام البخاري يشير الى حديث الامام مالك في موطئه ان الشهداء سبعة، الا انه لم يصح على شرطه فاكتفى بعنوان ايه؟ بعنوان الباب اشارة له. فهمت؟ ايوه. يبقى 8. بعدين هنا والشهيد في سبيل الله، مش ايوه، ما هو بيشير في العنوان لحديث الامام الموطأ الامام مالك، لكن ما جابش اسناده، اكتفى بحديث الموطأ، حطوا عنوان للباب. فهمت بقى ازاي؟ اشاره له، لانه هو صحيح لكن ليس على شرطه، فلما كان صحيح وليس على شرطه فعمل ايه؟ اكتفى ان يكون عنوانا للباب، ثم جاء بعد ذلك ما على شرطه، فكان في الحديث ايه؟ الشهداء خمس، وجاب لك الحديث بتاع الشهداء خمس. يبقى مفيش تناقض. الواحد الجاهل بقى يقول لك ايه ده الامام البخاري غلط، قال لك ايه الشهاده سبع سوى القتل، يقول لك هنا خمسه، لا شيل سبعه دي واكتب خمسه، يصحح الامام البخاري. اه ده جاهل بقى، جاهل مش واخد باله. فاهم؟ عشان كده اللي يقرا صحيح البخاري لازم يكون عنده علم بكتب السنه، لأن كتاب الإمام البخاري ده عامله للعلماء مش للناس. خد بالك، ده كتاب صحيح البخاري ده للعلماء مش للناس، العلماء اللي تقراه. إنما لو جاحد كده ما عندوش علم وجا كده هجم على كتاب صحيح البخاري هيطلع لك أخطاء، والأخطاء في فهمه مش في صحيح البخاري، ده في فهمه هو، لأنه ما قراهوش على العلماء. فهمت بقى يا سيدي؟ سوى غير يعني زيادة. اه، ما هو سوى بمعنى غير، يعني غير الشهيد في سبيل الله، لان ده احنا عارفين ان الشهيد في سبيل الله ده الميت في الحرب ده شهيد خلاص كلنا عارفينه، لكن في بقى شهداء تانية غير كده، غير ده. فهمت بقى؟ اللي هو يسموهم شهداء الفرش، يعني مات على فراشي وله اجر شهيد، يسموهم شهداء الفرش، يعني مات على فرشته في بيته وله اجر شهيد. وعن أبي قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم عن حفصة بنت سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطاعون شهادة لكل مسلم. وفي حديث رواه أبو نعيم، اللي يواظب على صلاة الضحى ركعتين ويصوم ثلاثة أيام من كل شهر ويموت له أجر شهيد. في رواه أبو نعيم، يعني لو هتدور هتلاقي بقى إيه معظم أمة النبي هتلاقيهم دول شهداء، وعشان كده ربنا يقول لي تكونوا شهداء على الناس، فهم شهداء في المرتبة وشهداء في الثواب أيضا. باب قول الله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما.
لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، يبقى استثنى غير أولي الضرر. ليه؟ لأن أولي الضرر كالأعرج والأعمى والمريض له أن يقعد ولا يخرج. يبقى القاعدون هنا يعني القاعد عن القتال وهو قادر عليه، لا يستوي أجره بأجر مين؟ الخارج في سبيل الله. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، وغير أولي الضرر دي يخرج مين؟ الأعمى والأعرج والمريض والعاجز عن النفقة أو عدم القدرة على القتال، كل دول يخرجوا. والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، لأن القاعد لو كان مؤمنا برضو له الإيه؟ الجنة. وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. وعن أبي قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا، زيد بن ثابت كان بيكتب إيه؟ الوحي. فلما ينزل على النبي وحي يجيب كتاب الوحي يمليهم يثبتوا الآية في إيه؟ في الصحف. احيانا يكتبوها على الالواح، واحيانا يكتبوها على ايه؟ على كتف الجمال علشان اللي هي المذبوحه، لان ما كانش لسه فيه الورق المعتاد ده، فيكتبوا او رقاع من ايه؟ من النخل او غير او شيء من هذا. فدعا سيدنا زيد علشان يكتبها، فجاء بكتف فكتبها، الكتف اللي هي عظمه الكتف اللوح دي، تلاقي عظمة اللوح تلاقيها في الظهر في ايه؟ عظمتين زي اللوح كده يسموها سكابيولا، هي اللي هي عظمة الكتف، تلاقيها ايه؟ ليها صفحة كده ممكن تكتب عليه. فجاء بكتف فكتبها. عبد الله ابن أم مكتوم أعمى، فلما نزلت الآية لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، نزلت الأول كده وهي الآية غير أولي الضرر، فقعد عبد الله بن مكتوم وأعمى فزعل، طب وأنا أعمل إيه؟ هخرج إزاي؟ فنزلت غير أولي الضرر، فخير طلع براء. فهمت بقى؟ إكراما له. طب ما كان ربنا ممكن يقولها على طول مرة واحدة وهي لأن هي كده، لا، ربنا أراد إبراز كرامة هذا الصحابي الجليل وكل من كان على شاكلة من المخلصين، فأخرها علشان إيه؟ يطيب بيها خاطره. فكتبها. وشكى ابن أم مكتوم ضرارته، يعني عماه ما يعرفش يقاتل وهو أعمى، فنزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. وعن أبي قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد الزهري قال حدثني صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال رأيت مروان بن الحكم جالسا في المسجد فأقبلت حتى جلست إلى جنبه، فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أملى عليه لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. قال فجاءه ابن أم مكتوم وهو يملها علي، فقال يا رسول الله لو أستطيع الجهاد لجاهدت، وكان رجلا أعمى، فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي. ثم سري عنه، يعني كشف عنه الوحي، لما كان ينزل وحي على رسول الله يزداد ثقل لدرجة ما يبقى ركب على الناقة، الناقة تبرك من شدة ثقله صلى الله عليه وسلم. إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، ثقيلا حسيا ومعنويا. شفت بقى؟ فلما نزلت الآية وكان ساند الرسول صلى الله عليه وسلم فخده على إيه؟ على زيد ابن ثابت وهو بيكتب، كادت إيه؟ فخذ زيد نا إيه؟ إنها ترد، يعني تكسر من شدة الثقل. فثقلت علي حتى خفت أن ترد، ترد يعني تكسر أو تهرس. فخذي. ثم سري عنه، يعني كشف عنه الوحي، فأنزل الله عز وجل غير أولي الضرر. باب الصبر عند القتال. وعن أبي قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر أن عبد الله بن أبي أوفى كتب فقرأته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا لقيتموهم فاصبروا.
إذا لقيتموهم فاصبروا. ده معنى الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، إذا لقيتم فئة فاثبتوا. فكأن لقيتوهم فاصبروا قراءة تفسيرية وليست قرآنية. فهمت بقى ازاي؟ قراءة ايه؟ تفسيرية وليست قرآنية، تفسيرا لقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم ايه؟ تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله ايه؟ مع الصابرين. فقرأته أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا لقيتموهم فاصبروا. يبقى هو سمع النبي وهو بيفسرها افتكرها قرآن، لكن هي مش هي قرآن كده، ده القرآن زي ما احنا حافظينها. فهمت بقى ازاي؟ ودي النعمة اللي ربنا أنعم عليها الأمة بأنه هدى سيدنا عثمان بن عفان أن يحرق كل مكتوب من القرآن عند الصحابة غير اللي أثبته هو من جمع الحفظة، لأنه كان بعض الصحابة كاتب الآية وفي وسط كلام الآية كاتب تفسير، فاللي يقرأ يفتكر إن ده كله قرآن، يتلخبط. فهمت بقى إزاي؟ في كانت نعمة من نعم الله وتوفيق كبير لسيدنا عثمان بن عفان إن يأمر بجمع القرآن وحرق ما سوى ما جمعه، لدرجة إنه مات مقتول بسبب إيه؟ يسموه عليه حراق المصاحف، لأنهم مش فاهمين، جهلة. فاعتبروا الانجاز العظيم اللي عمله ده انه ايه؟ شيء من الخزي اللي بيه يخرجوا بسببه عليه، وطلعوا عليه حراق المصاحف، وهو اصلا الذي حافظ على المصحف بهذه الفعله، والا كان زماننا اختلفنا، كل واحد يورث له صحف مكتوبه بالقران من ابوه الصحابي ولا جده الصحابي، وكان كاتب عليها تفسير في وسطها، ويفتكر ان التفسير ده قران، يقوم يحفظ ده مع التفسير ويقراه في الصلاه، ويفتكر ان كله قرآن، ويبقى كل واحد يبقى قرآن، وده قرآن جدك، وده قرآن ابوك، وده قرآن اللي خلفوك، وتبقى شغلانه كبيره، يحصل يعني مشكله كبيره. فهمت بقى ازاي؟ وعشان كده ناخد بالنا ان في قراءات تفسيريه. يعني ايه؟ يعني يبقى الايه مكتوبه ويروح حاطط التفسير جنبها بنفس الخط. يقوم مين اللي يميز؟ الحفاظ بقى، يقول لك اه هنا دي الايه وده مدرج تفسيرا، أدرجه تفسيرا للآية. فهمت بقى؟ باب التحريض على القتال وقوله تعالى: حرض المؤمنين على القتال. حرض يعني حث، حثهم عليه، يحثك على الشيء يعني يحرضك، يعني معناه يعني ايه؟ يغريك بفعله. وعن أبي قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال: سمعت أنسا رضي الله عنه يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة، فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك. ما كانش عندهم عبيد يعني يخدموهم ويقوموا بالنيابة عنهم في حفر الخندق، فكانوا بيحفروا بإيديهم بنفسهم يعملون ذلك لهم. فلما رأى ما بهم من النصب والجوع، النصب اللي هو التعب والجوع اللي هو بسبب قلة الطعام، قال: اللهم إن العيش عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. فقالوا مجيبين له: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. وبعدين العيال اللي طالعين اليومين دول لما يعمل مظاهرات على المسلمين إخوانه، يقوموا إيه؟ يقولوا الحاجات دي كأنهم اللي بيحفروا الخندق، وان اخوانهم اللي مخالفينهم في الراي هم دول قريش واتباعهم المجرمين. يعني بيفهموا السنه غلط، بيقرا السنه بافاه، افاه اللي هو ايه؟ ظهره يعني. يعني بيفهمها غلط خالص. فعشان كده لازم يتربوا من اول وجديد، ويتعلموا السيره من اول وجديد، لان يستعملوا في السيره اشياء مع مخالفه في الراي وهو مسلم مثله، ويجيب الكلام اللي قاله النبي للكفار، والنبي قاله بمقتضى وحي وهو لا يوحى إليه، وقاله للكافر وأنت تقول للمسلم ولا يوحى إليك، يقوموا يقولوا إيه؟ قتلنا في الجنة وقتلكم في النار، يقولوا كده. يا ده أنت الكلمة دي ما هو قالها النبي، بس النبي يوحى إليه، وقالها لمين؟ قالها للكفار. وأنت بتقولها لمين؟ بتقولها لإخوانك المسلمين اللي اختلفوا معك في الرأي، وأنت لا يوحى إليك،
يبقى انت فهمت السيره غلط وقاعد ايه بتتاول على النبي ما لم يقله. فلازم ناخد بالنا يا سيدي. باب حفر الخندق. وعن أبي قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال جعل المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق حول المدينة وينقلون التراب على متونهم. متونهم اللي هو إيه؟ يعني أعلى الظهر وأسفل الرقبة يسمى المتن. يبقى متونهم اللي هو الحتة دي اللي هو بين الكتفين، أعلى الظهر بين الكتفين، أما بتشيل بتشيل على الحتة دي. ينقلون التراب على متونهم ويقولون نحن الذين بايعوا محمدا على الإسلام ما بقينا أبدا. يبقى في رواية الفوق على الجهاد ما بقينا أبدا والتانية على الإسلام ما بقينا أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبهم ويقول اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة فبارك في الأنصار والمهاجرة. وعن أبي قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعب عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل ويقول لولا أنت ما اهتدينا. وكل دي أشعار النبي كان لا يقولها بل كان يعني يقولها متمثلها من أشعار ابن رواحة، لكن النبي كان لا ينشئ شعرا، وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. وعن أبي قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعب عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الأحزاب ينقل التراب وقد وار التراب بياض بطنه وهو يقول لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل السكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. إن الأولى، الأولى يعني إيه؟ الأقارب والبعدة، الأقارب المخالفين اللي هم قريش. إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. الفتنة هنا صرفنا عن الدين، إذا أرادوا فتنة أن يصرفونا عن ديننا أبينا، لأن قريش كانت تريد أن تصرف النبي عن الدين. باب من حبسه العذر عن الغزو. وعن أبي قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد أن أنسا حدثهم قال رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد هو ابن زيد عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزات فقال إن أقواما بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا. والشعب هو الطريق بين جبلين، والوادي هو المنخفض بين الجبال من الأرض. ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر. يبقى لو كنت معذور ومنعت عن الجهاد فاعلم أن لك بنيتك مشاركة المجاهد في الأجر. وقال موسى حدثنا حماد عن حميد عن موسى بن أنس عن أبيه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عبد الله الأول أصح. باب فضل الصوم في سبيل الله. وعن أبي قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني يحيى بن سعيد وسهيل بن أبي صالح أنهما سمع النعمان عن ابن أبي عياش عن أبي سعيد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. يعني من صام يوما وهو يجاهد في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. يعني لو انت صمت وانت رايح الكلية بتدرس ما انت في سبيل الله، صمت وانت رايح تمتحن فانت في سبيل الله، صمت وانت رايح في طلب الرزق الحلال في عملك فانت في سبيل الله. مش كده برضو؟ يعني مش شرط في سبيل الله يعني انك انت تبقى مع الدواعش، يعني والدواعش اصلا بيقتلوا المسلمين مش بيقتلوا الكفار. لم يطلقوا رصاصة واحدة على يهودي. فعلشان كده تاخد بالك ان في سبيل الله هنا واسعة، مش معناه بس القتال، لا، ده من خرج يطلب الرزق الحلال ويستعف
عن سؤال الناس فهو في سبيل الله حتى يرجع، ومن خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، ومن خرج قاصدا المسجد للصلاة فهو في سبيل الله حتى يرجع، ومن خرج لصلة رحمه أو لعيادة مريض أو لاتباع جنازة كل ده في سبيل الله حتى، ومن خرج للعمرة أو للحج أو لزيارة الصالحين أحياء وأمواتا كل ده في سبيل الله، وكان صايم بقى ما شاء الله يبقى يحصل إيه، يحصل له ثواب. هذا الحديث بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، وجهه هنا معناها إيه؟ معناها ذاته نفسه يعني كله، يعني مش رجليه تبقى في النار ووجهه اللي بعيد، لا مش مقصود الوجه الجريح الوجه قطعة، لا وجهه معناه نفسه ذاته كله. ونقف على باب فضل النفقة في سبيل الله غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.